السلام عليكم الاخوان وحياكم الله اينما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن. تحيه كبيره خاصه مع العثمان وضرب الاخوان تبارك الله. اليوم احنا راه كنتواجدوا في السوق حد البروج في اقليم بني مسكين الاخوان بتاريخ 30/6/2024. والله يدير شتا ولد الخير. والثمن راه كاين الاخوان، الثمن راه كاين على العموم. الله يدير شتا ولد الخير. انا ما نقدرش نشرح بزاف الاخوان، نتوما غتبعوا الفيديو وغتشوفوا اللي كاين، نتوما غتحكموا ولا لا. الله يدير شتا ولد الخير وتحياتي لكم. وغنشارك معكم واحد السلعه ان شاء الله راه شريتها حتى هي هنا. ان شاء الله باغي نكملوا واحد الفياض واحد الاخ من الدار البيضاء. والله يسر امور جميع الناس وخوت الحباب تبارك الله. ونزول لكم بهذه السلعه الغليظه الاخوان تبارك الله وغنكملوا تبارك الله. اللهم يسر. شحال الثمن اخو السعيد؟ شحال برفقي شحال الثمن؟ الله يحفظك الثمن الله يحفظك. 80 قال جوج من الشهر. باش مشريه 78 تبارك الله. الخوت راه 78 هذه المشرى الاخوان تبارك الله. باش مشريه 78 3900 درهم. 3900 وكيجي خروف غالي بعيد. والله لا 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 باز الكساب. باز الكساب والله الا باز الكساب. اللهم بارك الخوت الله يدير الخير. وجيب فاصه 100 درهم. تحيات الخوت الحباب واعانكم الله الخوت تبارك الله. اللهم يسر امور الاخوان تبارك الله وتحياتي لكم. مشرى الخوت راه 78 3900 درهم الخوت تبارك الله. مليح كاين مليح كاين ابو الفقيه. لا كاين المليح والثمن تا هو راه كاين الاخوان تبارك الله. اللهم يسر الخوت الامور. الله يحسن العون الكسام. ايوا الله يحسن العون الكسام. هذا الشيء اللي كاين واد. تحياتي الكسام. تحياتي الكسابه كاملين تبارك الله. ندور دوره في السوق ونشوفوا الثمن. اللهم يسر الامور. اللهم بارك الاخوان الله يدير خير وتحياتي الخوت الحباب انا ما كانوا تبارك الله. اللهم يسر امور جميع الناس الاخوان تبارك الله. هذا الشيء اللي كاين واد الخوت. اليوم راه تقضينا غير هاد 28 الخوت. كاين الثمن شويه. كاين الثمن اخو ياسين اليوم ثاني. الله يدير شتا ولدي الخير. السوق راه ما منتزل فهمتي اخويا. السوق راه ما منتزل ما والو اخويا. الله يدير شتا ولدي الخير. هادشي اللي كاين هو هذا الاخوان تبارك الله. اللهم يسر تبارك الله. السلعه راه مليحه والثمن راه كاين اخويا. اليوم راه من 60 ل 66. والله الخوت لا من 60 ل 66. من 3000 درهم ل 3300 درهم. خلاص ساعي تما خلاص تما كاين هاكوك سير تبارك الله. ولكن الغم شمش لما كان مشمش ما ناخذوش. وهم شمش ودير السرح كامله ديال البروج تبارك الله. اللهم يسر امور تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. اللهم يسر خوت امور الله يدير لي فرخ خير تبارك الله تبارك الله. ها غنضروا مع كامل الاخوان بعد العذر الراجل خليتي يدوز خليتي يدوز هذا الراجل تبارك الله. انا خويا السلعه كي دايره. انا خويا ياسين كنشري لك الغنم ديال 150 160 ان شاء الله. الغنم كي دايره خويا ياسين. الغنم راه مزرده نقيه والثوب مليح قر مليح فهمتي اخويا. راه ماشي الكذاب راه ما كيتعشاش ديما. الكذاب راه كيتعشى عالي ليله ويمشي بحاله. هذا الشيء اللي كاين تبارك الله. شوف السلعه كي دايره والجبد ديال الغنم كي داير. هما لا ما نفردوش لي الساعه هذا هو خذو تسعود مشريين ب 66 هادو هو خذو تسعود خرفان تبارك الله. السلعه كي دايره ما كان الورد لا السلعه متخمه سلعه زينه واي واحد نبرعو. ولكن الخوت راه كاين الثمن. انا كنقول طاي طاي راه كاين الثمن تبارك الله. والله يسر الامور. وهاد الصغيره الخوت مع خوت اربعه ها هما ب 62000 ريال ها هما مع خوت اربعه. الله يدير شتا ولدي الخير. هاك الخوت راه ملاح تبارك الله. هاني الخوت انا بو ياسين يا رب برعتك برعتك راني نبرعك في المليح. خلي سعيد تجي شويه خليها سعيد خليها تجي واحد شويه خليها تبارك الله يا ربي. صافا خلي حيد طالع حيد تبارك الله يا ربي يبارك يا ربي يسر امور. وبنادم كيتكل على الله وكيزين نيته ومولاها ربي. راه هادشي اللي كاين هو تبارك الله. السلعه كي دايره الاخوان تبارك الله. نعطيك الكاري تبارك عليك تبارك الله. اللهم يسر امور الاخوان تبارك الله. السلعه ما نعاودوش عليها وما نعاودو. والثوب ديال القرن كيدير ديال الغنم. الثوب ديال القرن ديال الغنم كيدير تبارك الله. سلم شويه بشويه السلعه اصلي شو راه مخوت تبارك الله. هضروا شي 8 خوت الاخوان تبارك الله. السلعه كي دايره الخوت هاني نعطيك الفاصل نعطيك القرن زين ثوب مليح حيت لقم تبارك الله. اللهم يسر الامور تبارك الله تبارك الله. هادشي اللي عطى الله هو هذا الاخوان واللي خاصته شي سلعه بحال هادشي الاخوان راه موجوده ليه. والثمن راه كاين راه واخا يجي الانسان في السوق راه يدوخ وحنا ودخنا تبارك الله. هاني تبارك الله تبارك الله. اللهم بارك اللهم يسر الامور يا ربي. نطلبوا الله السلامه والتيسير لجميع الناس تبارك الله. السلعه وشو القرن 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 راه في قرن الثوب ثوب تبارك الله. الله يصلح الامور الله يدير لي فرخير. سعيد صافا شارجي شارجي اخويا سير بدا شارجي شارجي اخويا شارجي.
تبارك الله. فرقة جا البروفيل. تبارك الله الله وليك. يا ربي يسر عمر حنا الله يسهل عليه. دار معنا النية وجاود معنا النية حتى حنا الله يسر ليه. الله يسر ليه الله يكمل عليه بالخير. هذا الشيء اللي كاين هو تبارك الله. وراه أي واحد نخدموا معاه. وراه عندي واحد فرطاس مع خوته هو الستة. ها هو. راه هذا الشيء. لا الله الكس السبع يدي معاه قال لي قلت له نحيدو قال لي لا. من حيدك خروف لا قال لي سير ما تديهمش كاع. والله الا قال لي سير ما تديهمش. هو هذا الشيء اللي عطى الله هو هذا الاخوان تبارك الله. قاعد بدر قاعد طلع الجيل هادشي قاعد تبارك الله السلعه الخوت هذه 28 راس هي اللي تقدينا اليوم ان شاء الله نطلبوا الله التيسير والسلامه للخوت والحباب اينما كانوا كاع اللي كيتابعوا عربي السرد السرغيني الف الف مرحبا بيا الاخوان تبارك الله وتحياتي لكم اللهم يسر الامور نطلبوا الله السلامه للاخوان القرن شطوي لا ما كان القرن مليح لا لا ما كان القرن زين لا تبارك الله زيد تبارك الله شنو القرن كيدير لما كان مسرح لا والسروت تبارك الله اللهم بارك الخوت الله يدير الخير تبارك الله اخويا زيقه الله يحفظك الله يبارك فيك الله يعز اخويا اما كان المليح لا هنا المليح حيدوا لي على الزيتون خليه يدوز اي حيدوا على الزيتون خليه يدوز تبارك الله اللهم يسر الخوت عمر طلع دفع دفع شويه خليه يدوز الزيتون حيد تبارك الله انا خبي ياسر راني برعتك في المليح انا نبرعك في المليح والثوب ما كنجيبش لك شي ثوب عيان ولا شي حاجه وغرم شمشه كامله بلا واحد راه كنعرفوا اش كنديروا في الخدمه ديالنا خويا سيدي الله يحفظك الله يحفظك الزيتوني تبارك الله انا الاخوان تبارك الله السلعه كي دايره والورد المليح القرن كي داير خلينا نضربوا على القرن خليها تبارك الله تبارك الله اللهم يستر وغرم شمشه ماشي ديال الكوري شو الرجل كي دايرين تبارك الله شو الرجل كي دايرين تبارك الله شو الوقفه كي دايره الحول الاخوان تبارك الله القرن مزوق المليح سلعه البروج هي لا يرتع عليها الاخوان راه المليح تبارك الله اللهم يسر وتحياتي لك بويا سيدي يلا تحياتي لكم الخوت باش نرجعوا للسوق ونشوف لكم الاثمنه وحياكم الله حياكم الله الخوت دعوا معنا شي دعوه ديال الخير الاخوان تبارك الله الله يسخر المولى ان شاء الله اللهم يسر مبارك الله يدير الخير وخوتي هذه الاخوان عقب نزلنا حتى الاخر الاخوان تبارك الله هاي 13 خروف كلها من عند واحد هذه كسيب ديال الخال الاخوان تبارك الله راه الناس كتعرف الخال تبارك الله اللهم يسر الامور خوت 60000 وفوق منها 10000 ريال هي 13 حول الاخوان تبارك الله ولكن غنم مربعه وغنم الخوت كل السرح كل السرح راه سعيد زيد لاجي زيد لاجي شويه تدوزو الدراري زيد 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 صايب بلات يلا كلها مليحة الإخوان تبارك الله والله يسر أموره كلها ديال الخال الخوت هذه الله يسر أمور جميع الناس تبارك الله كلها تا هو واحد وكلها ديال السرح قاعد السعيد جي لاجي شوية قاعد خلت تخرج من جهة الكاميو تبارك الله أنا خويا سير راني برعتك والله إلا برعتك وكنخدم بشوية بشوية راه ما نكذبش عليك ونرزق الله فهمتي أخويا راه ما نكذبش عليك ونرزق الله 60000 وفوق منها 10000 على 61 خاصها 3000 ريال على 61 خليهم يجيو خليهم يجيو خليهم يجيو بعض تبارك الله شو القلده ديال الحولي كي دايره تبارك الله وغلم راه كله ديال السرح ها شي عوجيه ولا شي حاجه ولا شي ديفو ولا شي غرام ديال العيب لا 13 حولي وراه الحياه مسكين باع عليه والله العظيم اي والله يسر ها تبارك الله اللهم يسر الامور سير الساعه دوز من هنا اخويا سعيد وسرجيهم سرجيهم اخويا سعيد سير اللهم يسر انا بويا سين ها انت راه نعطيك البلار نعطيك الزين والقرن نعطيك المليح وغلم تبارك الله ديال السرح مربع مسكينه سير سير على الله سير تبارك الله والله تم الله فيها تبارك الله اللهم يسر سير اخو سعيد سير سير اللهم يسر لك سير ان شاء الله نطلبوا الله السلامه والتيسير سير دور تما دور السعيد سير سير نشرجيو ان شاء الله ونرجعوا للسوق ونشوفوا الثمن الخوص وعانكم الله واحبكم الله الخوص هذا الشيء اللي كاين هو هذا اللي تسالوني الله خويا سعيد ذاك البيت خويا عندك عندك تمشي عندك تخلط مع هذيك المغليظه تبارك الله اللهم بارك الاخوان الله يدير الخير وتحيات الخوت الحباب واللي بغى يخدم مع الاخوان راه الف مرحبا نخدم مع اي واحد الف مرحبا هذه غلم وحده الاخوان تبارك الله هذا 13 حوي تبارك الله اللهم يسر الامور نطلب الله السلامه وتيسير ونرجعوا للسوق ونشوفوا الثمن شرجي اخويا سعيد شرجي شرجي اخويا اللهم يسر نعم خويا الله يحفظك مرحبا 61 الاخوان خاصه 3000 ريال على 61 نرجعوا للسوق الاخوان ونشوفوا الثمن
مبارك الاخوان، الله يدير خير تبارك الله. وغنسولوا على ربعه الخير فان الاخوان، نسولوا على الثمن ديالهم، الله ميسر. نعم، السلام عليكم. سلام عليكم. دير خويا بخير؟ صحيح مزيان، الله يحفظك. شحال الثمن ديالها؟ الثمن 65. المشرب 65. المشرب 65، عاطينا فيهم 4000 ريال. 4000 ريال. تبارك الله، اللهم بارك الخوص، الله يدير خير تبارك الله. اي الله يحفظك، الله يبارك فيك. نعم سيدي، الله يعزك. عقبان معنا مسكين، راه ما كان معك، كان بغا يبان، ولكن اللهم بارك الخوص تبارك الله، اللهم يسر الخوص الامور. 65 ايوا، قال لكم الخوط عطاوه 4000. ما كاين لا حبوب لا ديفو لا حتى شي حاجه الاخوان تبارك الله. والله يدير الشتاول ديال الخير الخوص تبارك الله. 65,250 درهم الاخوان، بهم بربعه الخوص. هادشي اللي كاين هو هذا. كي جاك السوق شويه شويه اليوم كاين الثمن، الثمن منفرط، هذا منفرط على العين. الثمن راه كاين، كاين راه من عند الحساب راه كاين. الله يكون في العون، راه هو محل حتى هو محل. وي ما نحكموش على واحد، لا الثمن على كل شيء، على كل ثمن، على كل شيء. العلف غالي عنده راه الله يبارك. والله يدير الشهود الخير، الله يدير الشهود الخير. امين امين اخويا، امين. اللهم يسر، الله يسهل عليك الدرويش، الله يجيب السلامة. مبارك الخوص، هادو ملكية الإخوان تبارك الله، ما نعاودو نهضر عليهم الإخوان تبارك الله. اللهم بارك، الله يدير الخير. سي محمد كدير، صحيح، هاني خويا، الله يبارك فيك، الله يعاود، والله إلا بخير على خير، الله يحفظك، الحمد لله. صاب صحيح وحمد الله، هادشي اللي كاين هو هذا، كلشي ديال الله. أيوا، داكشي اللي كاين، هذا تبارك الله الخوص راه ملاح، اللي بغاهم الإخوان راه بعتيهم ياك يمكن سي محمد، اللي بعتيهم. أييه. على بعتيهم 144000، 7200 درهم. تحسين الناس هي تبارك الله، هادو خرفان ملاح الاخوان تبارك الله، اللهم يسر الامور. نعاودو نهضرو عليهم. اه نعم. زوينين تبارك الله، مدمعين وملاح. وطلبوا الله يصدق قبل ما امين يا ربي يسهل عليك. تبارك الله، الله يسر حيدر السي محمد، صافي. تبارك الله. خوت راه 5000 هادو 110000 ريال. هادو 110000 ريال. هذا وهذا. 110 5500 درهم، 55 لواحد. هذاك راه ب 61 و500. هذاك ب 61 و500 تبارك الله. 118. 218 راه. أييه تبارك الله. واحد 3 راه ب 55000 راه. معناها انت هما. انت هما بعتيهم صافي، خليهم هذوك اللي بعتيهم صافي. صافي. ما عندك شي حاجة أخرى. شي خرفان أخرى راه حنا معناها انت هما. سير الله يسر الأمور. والله يدير شي تاول تاع الخير. هاد الشيء راه بزاف الغلا، حنا راه ما شاء الله العلي العظيم بحال المتتبعين. قبلتي حنا ما كرهناش السي محمد، هو دابا كتكره انت، دابا ما كيعطيك الناس وكتقول لي كاين وكاين ما كتصدقكش. جي السوق اخويا وشوف. راه لا اله الا الله. كان يقول واحد السيد قال الحصيده بارده يدير فيدو. صافي هادشي اللي كاين هو دابا. لا اله الا الله، والله يسر بو سي محمد، نطلبوا الله التيسير. وكنحيوا المشاهدين داخل الوطن وخارج الوطن. ربي يخليك خو سي محمد. وكنحيوا السي عثمان. ربي يخليك. ونطلبوا الله، راه لا اله الا الله. هذاك الشيء اللي كاين. اللي خلونا حنا كنا. لا هذاك الشيء اللي كاين. انا راه قهرني الثمن، جرني مع ديالها 30 خروف المن، جوج ديال الدلي. والله يسر بو سي محمد. شكرا. الله يحفظك، تحياتي. اللهم يسر. كون عندك شي جلبه ومرحبا. كون عندك شي جلبه ومرحبا. سير اللهم يسر. تحياتي خويا. الله يجيب التيسير. مبارك الاخوان، غنسولوا على هاد ربعه الخرفان الخوت تبارك الله، مشمشين تاهو تبارك الله ومقدرين شويه، سولوا على الثمن ديالهم، اللهم يسر الامور تبارك الله. ابو عبد الرزاق كيداير؟ صحيح مزيان، الله يبارك لك خويا، الله يحفظك. شحال الثمن ابو عبد الرزاق؟ اييه. المشرى 64. الله يرحم الوالدين، هادو الاخوان المشرى 64. تبارك الله، 3200 درهم الاخوان. الثمن باقي هو هو. كاين الثمن. الله يدير مولا عطاو 66 وكان باقي ما قانعش يمكن في الليل، بان لي يمكن حتى طلعت الشمس عاد باع عليكم حتى عجبتهم. والله يدير الشاول ديال الخير اخويا، تما الخوت 64 3200 درهم. اللهم يسر الامور، وندورو شدورو في السوق ونشوفو الثمن ونستورو هذا الغيم الصغير تا هو. شحال الثمن اخويا ديال هاد الخمسة؟ هادو خويا 58، المشرى 58. الله يرحم الوالدين، هادو الخوت المشرى ديالهم 58 2900 درهم. هاهما خمسة الخرفان الإخوان تبارك الله. هادو خمسة هما الصغار 58 2900 2900 درهم الخوت تبارك الله. أش نقول ديما نقولوا تبارك الله، راه ما عمرها تحيد مفاهمنا تبارك الله. الشيء اللي عطا الله هو هذا الإخوان تبارك الله، والله ييسر الأمور. خويا الله يسهل عليك، الله يجيب التيسير. اللهم بارك الخوت، الله يدير خير تبارك الله. هاد جوج الاخوان راه عند خويا عبد الرحيم تبارك الله، وغنسولو على الثمن ديالهم. اللي بغى شي حاجه راه مرحبا، وخلو النمره ديالو، الله يسر الامور. سي عبد الرحيم كدير؟ بخير صحيح اخويا، الله يحفظك. شحال الثمن؟ واش بجوج ولا كله بوحده؟ لا هذا كله بوحده. كله بوحده، هذا عرفناه
تبارك الله دميعه زوينين عندك. هذا في الدميع الجميع ما نعاودوها. تبارك الله اللهم يسر الامور. هيا المو صافات وصافي هذاك الشيء اللي كاين. تبارك الله فريق شطره مكحلين بربع الاخوان تبارك الله. شحال الثمن ديالو هذاك؟ 62 3100 درهم الاخوان الثمن المشهر. كطلب فيه 70 كطلب فيه الخوت 70000 3500 وهذا الاخر الصغير؟ هذا المشرى واحد اي هذا المشرى الاخوان 51 2550 درهم كيطلب فيه هو 56 2800 درهم. عبد الرحيم خلي لي النمره ديالك قول 06 46 04 زيد 91 85 اللي بغاو من الاخوان مرحبا بغيتي واحد راه يبيعوا لي راه عنده الواتساب عنده كل شيء. اي اللي بغى هذا الاول ديال 62 قول لي ودي بغيت ديال 62 اللي بغى ديال 51 قول لي ودي بغيت ديال 51. الله يسهل عليك عبد الرحيم الله يجيب السلامه. تبارك الله الله يدير خير تبارك الله ونسولوا على الخرفان ملاح الاخوان تبارك الله نسولوا بوعزي على الثمن ديالهم والله يدير الشتا ويدير الخير الاخوان تبارك الله. عزيز السلام عليكم كيدير بخير صحيح خويا الله يحفظك الله يبارك فيك. شحال الثمن سي عزيز؟ مليون 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 قرب على 4000 شحال الواحد عزيز الله يحفظك؟ احسب راسي تقول لي 3000 الكلام 65 و 300 الاخوان تبارك الله اللهم بارك. مالو ما عجبوكش عزيز ولا كيفاش؟ جاك الثمن بزاف؟ لا لا ما جاني كاع الثمن بزاف شايطه الغلم بزاف شو شاك خيرات الشايطه كاينه شايطه ما تعيط هذيك كلها غدوز بحوله اش بغيتي فيها ثاني؟ لا لا ما بحولهاش ما عرفت كله كل عام جا ان شاء الله هذاك الشيء وخليهم هذيك اللي هي يا طحيط هذيك بغات بحوله كاين اللي باغي يكسب الغلط من دوك هذيك هي ديال 10000 ما كاين كاين ولا كاين الغلم كاين الغلم هو الثمن راه كاين 65 و 300 الاخوان 3265 درهم 65 درهم الاخوان 3265 شحال مشري دابا هذا؟ نعم خويا زيد بالف هذا 60 65 و 300 شحال غياكل؟ ما تديوش تقريبا ياكل 2000 درهم لا ما تديوش 2000 درهم ضرب تايا باقي الحال باقي الحال 450 ريال تايا ما يضرب 450 ريال 11 في 11 شهر وجوج الاخر يقول لي غالي والله يدير الشاول ديال الخير عزيز الله يدير الشاول ديال الخير هادشي اللي كاين هو هذا الاخوان تبارك الله اللهم يسر الامور اللهم يسر ندورو شي دوره في السوق ونشوفو الثمن صراحه تبارك الخوص الله يدير الخير تبارك الله ونسولو على ثلاثه ولكن الخوت راه ملاح هادو مزردين نقيا الاخوان تبارك الله ونسولو على الثمن ديالهم الثمن راه فيهم الاخوان تبارك الله. دعمي السلام عليكم خويا زين تمام هاني صحيح مر بخير قلبك الثمن يمكن انت خايف تصوغش كاع صافي زعما عييتي لا لا يلاه شحال الثمن الله يحميك الوالدين 65 هذا باش شاريهم تبارك الله اللهم بارك الاخوان الله يدير التوالي ديال الخير ها الثمن بزاف ماشي شويه الثمن تبارك الله 65 الاخوان تبارك الله الثمن ديال المشي 3250 درهم تبارك الله اللهم بارك الاخوان الله يدير التوالي ديال الخير هادشي اللي كاين هو هذا ها والثمن جابته الوقت اش غدير؟ لا لا يلا وصافي لا لا يلا. لا ثمن وصحة الثمن. وازني. سير اود عمي سير سير. واحد ما خرفان مبلطين الاخوان تبارك الله. طيبين خرفان مبلطين ملاح زينين والثمن راه جابته. اللهم بارك. ملاح ما نعاودوا عليه ما هضر تبارك الله. طيب ملاح تبارك الله. يا ربي يسر الامور ان شاء الله ونطلب الله السلامه والتيسير للخبز 65 3250 درهم تبارك الله ومبرعين الخرفان والله الا مبرعين تبارك الله ودعمي الله ييسر لكم الله يسهل عليك ادريويش الله يحفظك اللهم بارك الخوص الله يدير خير تبارك الله ونسولوا على السلعه راه جمله عاد خوتنا تبارك الله ونسولوا مع الثمن اللهم يسر الامور الله يدير لي فالخير تبارك الله. والعمي السلام عليكم كي داير بخير؟ صحيح هاني من ما بداو كي جاك بعدا السوق بعدا كي داير؟ سوق الفنانة سي عثمان والله الا الثمن راه فاتو الوقت علاش فاتو الوقت؟ الرخا كاين رخيص مشي لها كان رخا غادي يولي جفاف هو ما كاينش جفاف تماك ما كاينش ما كاينش والله العظيم ما كاينش كنسولك انا على السوق خلي عليا جفاف صافي هادشي اللي كاين هو هذا من الاخر شحال الثمن ديال هادي؟ شحال؟ هذه 55 فوق 100 درهم هذه الاخوان سمح لي تبارك الله اللهم بارك الخوت هذه الاخوان 55 ثمن ديال المشرى خاص الاخوان 100 درهم فهمتي الخوت بحال 2750 درهم 2750 درهم الاخوان تبارك الله سلعيه مشمشه زوينه الاخوان تبارك الله
نعم واحد ينوي يقص تبارك الله اللهم يسر خوت عمر الله يدير لي فخير تبارك الله مشرا خوت 55000 ريال تبارك الله هي راه زوين الاخوان هادشي اللي كان هادوك المرا مشمشر خوت تبارك الله الله يسر طلب الله السلامه وتيسير البلاد تبارك الله الله يزين ايامك الله يحفظك تبارك الله هادشي اللي كاين هو هاد الاخوان تبارك الله شي حاجه الاخوان راه مليح الخوت الثمن راه كاين راه جاب في الوقت على العموم 55750 درهم تبارك الله تبارك الله اللهم يسر خوت الامور الله يدير لي في الخير والله يسهل عليكم الاولى والاخره الله يسهل عليكم الله يجيب التيسير اللهم بارك الخوت الله يدير خير تبارك الله وغندوزو الجويجه الاخوان تبارك الله تاهي سولوا على الثمن اللهم يسر والله ما تديهم بال 2000 ما تحل فيش الله تديهم بال 2000 الا ديتهم انا معاهم وانت راه تعطيهم تسير ديك ايوا ايوا لا 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 اسمح لي يا خويا اسمح شحال الثمن ديالهم المعلم 50 130 100 درهم خوت خالصين 130 الاخوان تبارك الله 130 الف ريال 6500 درهم الاخوان تبارك الله باش خالصين 6500 على 65000 ريال الواحد 3250 درهم وعطاوه 100 درهم وقال 3000 لا الله يسهل على الجميع عندو رجل دوره الخوت في الصوت تبارك الخوت الله يدير خير ونسولوا على الثلاثه بياضيين ونسولوا على الثمن ديالهم شحال الثلاثه ود عمي 180 تبارك الله 60000 ريال تبارك الله الخوت هادو 60000 ريال الاخوان باش خالصين الواحد 3000 درهم الواحد الاخوان تبارك الله معطيكم 100 درهم ما كاينش المزاح الاخوان تبارك الله والله يدير الشاو ديال الخير الله يدير هو عطي مسكين 100 درهم يلا او دا بيعهم لي بال 100 درهم بيعهم لي بيعهم لي الله يسهل عليه عطيه الله يسهل عليه يلا الخوت ها هي الخوت 60000 وفوق منها 100 درهم بحال 60 و600 ريال 60 و600 ريال باش تباعو بعتيهم سير الله يسهل عليه الله يجيب التيسير ولد عمي تبارك الخوت وغنسولوا على هاد الخلفان الاخوان تبارك الله نسولوا على الثمن ديالهم والله يدير الشغل ديال الخير الاخوان تبارك الله الله يصلح امور الخوت دير ولد عمي بخير صحيحه مزيان الله يبارك فيك خويا الله يعزك شحال الثمن اخويا ايوا كطلب 68 الله يرحم الوالدين والباب اخرى الاخوان غلم ما بحال غلم فهمت الاخوان غلم ما بحال غلم كيطلب الخوت 68 هو خرفان ملاح كنعاودو هضرو الثمن راه 3400 درهم الاخوان اللي كيطلب تبارك الله خرفان راه ملاح زينين وكي جاك السوق شويه اليوم الثمن كاين والشاري والو كاين الثمن بزاف والله لا يهرب بنادم لا لا الله وصاف باشي وي مازال السوق مازال يقدر يدير شي حاجه يقدر اما يتهدى اما يطلع واحد طلعه وحده والله العظيم الله يدير الشغل ديال الخير الاخوان تبارك الله هما بشحال ديتيهم الله يرحم الوالدين المشرى 65 الله يرحم لك الوالدين الاخوان الخوت المشرى راه 65 3250 درهم والله يدير الشغل ديال الخير الاخوان تبارك الله هو راه خرفان مليح خرفان مليح لا في القر لا في الثوب لا في الوقفه لا في كل شيء الاخوان تبارك الله والله يسر ود عمي الله يرحم لك الوالدين الله يعزك تحياتي اللهم يبارك الخوت الله يدير خير ونسولوا على السلعه تبارك الله تاهي سلعه راه مليحه الاخوان تبارك الله نسولوا على الثمن الثمن شحال عطاوك هنا؟ عطاونا 63 63 ما كاين لا حبوب لا والو كاينين ثلاثه فيهم الحبوب ثلاثه فيهم الحبوب تبارك الله الشيء اللي كاين هو الاخوان تبارك الله اللهم يسر عمر 63 3150 درهم الاخوان 3150 درهم وكاين شي وحدين الخوت فيهم الحبوب ايوا هادشي اللي كاين هو الاخوان تبارك الله وتحياتي للخوت الحباب ندير معكم هذا الفيديو اللهم يسر الامور تحياتي لكم وعانكم الله الخوت اللهم يسر الامور 63